السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في تسجيل جديد على قناة الاستشاري محمود أبو ستة. النهاردة هنتكلم عن شجرة الخيار شمبر أو الكاسيا فيستوليا. الكاسيا فيستوليا هي شجرة من الأشجار اللي موجودة في مصر. هي ما كانتش بتزرع عشان تبقى شجرة، كانت في الفترة اللي قبل كده كانت بتزرع على اساس ان هي تتاخد كاصل للكاسيا نيدوزا، ولكن في الفترة الاخيرة بدأ انتشارها جامد ان هي تتساب وتبقى شجرة، وبدأت تدخل في المؤسسات وفي تصميمات بتاعة المكاتب الاستشارية على انها شجرة. الشجرة يا جماعة هي شجرة نصف متساقطة، يعني انت احنا دلوقتي في شهر 10، لو جيت حضرتك في شهر 1 او 12 هتلاقي انه نص الورقة او اكتر من نص الورقة ده بتاعها ايه ساقط، وزي ما احنا قلنا ان هي بتستخدم كأصل لتطعيم الكاسيا نيدوزا. زارعين منها في الموقع كمية كبيرة زي ما انتم شايفين، وهي طبعا لها ظل كبير زي ما انتم شايفين، والورق انتشار. هي مزروعة في منطقة باركينج اهو. كل الصف اللي حضراتكم شايفينه ده هو عبارة عن كاسيا فيستوليا او خيار شمبر. طيب خيار شمبر بيتكاثر ازاي؟ عايزين بس نقرب من الورق الاول قبل ما هو يتكاثر. شكل الورقة اهي، ده شكل الورقة اللي قدام حضراتكم. الشجرة بتطلع زهرة صفرة كثيفة جدا، بتبقى في منتهى الروعة في اي مكان، بس هي مشكلتها ان هي بتسقط كتير زهور تحت منها. نتكلم عن التكاثر في الخيار شمبر او كاسيا فيستوليا للبذور. كان في شجرة موجودة هنا بإذن الله هجيبها لكم دلوقتي حالا، مطلعة قرون للبذور بعد عملية الازهار. واحنا ماشيين كده نشوف القرون، بس هي قرون لسه صغيرة لم تكتمل. سمك القرن نفسه دي يا جماعه اهو، دول قرنين اهو. بص القرن عامل ازاي، طول ازاي. القرون دي بيبقى فيها البذور مرصوصه جواها، تبقى كميه كبيره من البذور. طبعا القرون دي لسه حاليا بتتكون، وهتبقى السمك بتاعها اكبر من كده بكتير. تنضج البذور وتتغير القرون دي لونها من اللون الاخضر للون البني كده، يبقى البذره نضجت معاك. هتجيب القرن وتفصصه وتبتدي تستنبت الشجره. هي شجره جميله وبتدي المكان بهجه كبيره. دي الزهره بتاعتها لونها اصفر، وتبقى شكل عنقيد زهريه كبيره في المكان. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا عن شجرة الأكاسيا أو خيار شمبر، كاسيا فيستوليا أو خيار شمبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.